من الخرطوم إلى عاصمة التاريخ سنار. نشاهد هذا التقرير. سنار قبل أكثر من 500 عام واتخذها سلاطين الفونج عاصمة للدولة السنارية التي شكلت معلما بارزا في كل منعطفات التاريخ السوداني. ولم تكن حركة التاريخ بمعزل عن الحركة الثقافية التي تشكلت أولى ملامحها من خلال تفاعل السكان مع واقعهم ثقافة وغناء. وبذلك أضحت مدينة سنار منهلا ثقافيا امتدت إشاعاته إلى شتى بقاع السودان مع الظلال وتأثيرات الشخصية السنارية المعروفة. صار واقع سنار الاجتماعي والثقافي من خلال القبائل والأجناس التي وفدت إلى المنطقة، فتلاقحت وانصهرت ثقافاتها، وكان نتاج ذلك هذا الإبداع. ولم تكن الأغنية أو الكلمة الشاعرة والأغاني التراثية أو الحديثة التي انطلقت من سنار كما يرى البعض بعيدة عن الزخم الثقافي بمختلف ضروبه، بل تفاعل مع هذا المحيط المؤثر الغني بالإبداع والتفرد. احتشد فنانو مدينة سنار بمختلف إبداعاتهم يحيون ليالي رمضان في ساحاتها بأغانيهم ذات الألحان والإيقاع الجميل. تناولوا خلالها تاريخ وحاضر المدينة ودورها الحضاري المؤثر، كما غنوا للوطن ولتراث مكوناته الاجتماعية باعتبار أن المدينة كانت تمثل كل السودان بقبائله وتعدد ثقافاته وتباين سحناته ولغاته. ولا زالت مدينة سنار بمثابة سودان مصغر بكل ما تعني الكلمة من معنى. تكونت مؤسسة النوابغ وكان هدفها الأبرز العناية بالمبدعين في مختلف مجالات الفنون الشعبية وغيرها، وكان لها قصب السبق على المستويين المحلي والدولي. هد اللاج علينا النوم ما كنت ناسينا الليلة جيت مجنون ايه فكرك فينا هد اللاج علينا النوم اي ما كنت ناسينا الليلة جيت مجنون ايه تسرحت الشوق لهناس براك النوم لهناس براك تراث جبال النوبة الغني والمتفرد كان حاضرا في ليالي سنار الغنائية، وهو تراث مشهود له بالتميز من حيث عناصر القوة الكامنة فيه ومن خلال الرقص القوي والإيقاع الصاخب، إيقاع يثير الحماسة ويشد الانتباه. وكذلك كانت رقصة المردوم المنتشرة في غرب السودان وسط قبائل البقارة أو قبائل جهينة وجدت لها متسعا في ليالي سنار. كذلك وجدت الأغنية الحديثة تجاوبا منقطع النظير لروعة اللحن والأداء والصوت المؤثر، حيث لمست شغاف بعض القلوب الملتاعة. وأبدع سنار كما لم تبدع من قبل،
عبر الأصوات الشابة التي بدأت تتلمس خطاها إلى القومية من خلال الأداء المتميز والجميل سواء فرديا أو جماعيا. وهكذا ستظل مدينة سنار رافدا ثقافيا وفنيا مهما على الساحة الثقافية السودانية كما العادة.